السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من قناة هنذاكر ونفهم. النهاردة إن شاء الله يا ولاد هناخد أسئلة موقع الوزارة وأسئلة بنك المعرفة على منهج شهر فبراير وشهر مارس. طبعا احنا شرحنا كل المنهج ده يا ولاد ونزلته في فيديوز موجود على القناة، اللي عايز أي فيديو منه يكتب لي تحت في الكومنتس. النهاردة بقى هناخد الأسئلة يا ولاد اللي هيجي إن شاء الله جزء كبير منها في الامتحان. أول سؤال معايا بيقول لي In winter some people turn on gas fireplace to stay warm. ده كده الجاز فاير بليس، يعني مكان ده كده يا ولاد بيكون في الحيطه زي دفايه كده يا ولاد، بس مش الدفايه اللي بالكهرباء، دفايه كده بتشتغل بالغاز اسمه موقد غاز، يعني حاجه كده موجوده في الحيطه وبنشغلها اسمها جاز فاير بليس. طب بنشغلها ليه؟ عشان تو ستي وورم، تمام، علشان طبعا نتدفى. Others use an electric heater or burn wood، يعني في ناس تانية استخدمت electric heater دفاية بالكهرباء وفي ناس تانية عملت burning wood، يعني يا ولاد some people in winter كل واحد عمل حاجة معينة to stay warm. بيقول لي which any of these are examples of using energy. مين في الثلاثة دول يا ولاد عبارة عن examples of using energy؟ طبعا يا ولاد الغاز ده بيبقى فيه chemical energy بتتحول لثermal energy عشان تطلع لي heat، وعندي كمان الالكتريك هيتر بستخدم electrical energy علشان برضو طلع thermal energy to stay warm، ونفس الكلام وburning wood. burning wood الود يا ولاد طبعا بيبقى فيه chemical energy، واما بعمل burning للود بطلع thermal energy. يبقى معنى كده يا ولاد برافو عليكم، معنى كده يا ميس ان كل ده using energy، يبقى all are examples of using energy because work is done in each case. كل حاجة يا ولاد كده استخدمت فيها energy وعملت فيها work، تمام. يبقى الثلاث حالات دول يا ولاد using energy and doing work، تمام يا ولاد. طيب تعالوا نشوف تاني سؤال بيقول لي energy is the ability to do work which of the following is considered energy. هل يا ولاد ان energy the ability to do work، تمام، انهي بقى في دول يا ولاد يعتبر انرجي؟ اير ولا كار ولا ووتر ولا الكتريستي؟ طبعا احنا خدنا يا ولاد الترم ده مع بعض ان انا عندي حاجه اسمها الكتريكال انرجي، يبقى انا عندي الالكتريستي يا ولاد او الكهرباء بقدر اقول عليها انرجي، بقدر اقول عليها طاقه. يبقى انرجي از ابيلتي تو دو ورك، مين في دول؟ طبعا ولا الاير ولا الكار ولا الووتر اقدر اقول عليه انرجي، لكن انا عندي الكتريكال انرجي يبقى الالكتريستي از كونسيدرد انرجي. طيب بعد كده بيقول لي which statement correctly describes the energy of items in a home. مين في دول يا ولاد عبارة عن energy بستخدمها in my home، بستخدمها في البيت بتاعي؟ طبعا اول واحدة بيقول لي a computer uses electrical energy and nuclear energy. انا مفيش عندي طبعا يا ولاد energy طاقة نووية دي في البيت خالص، تمام، يبقى مستحيل طبعا مفيش عندي nuclear energy في البيت. نمبر 2 بيقول لي an electric fans اللي هي طبعا المروحة uses mechanical energy and sound energy، يعني الالكتريك فان المروحه يا ولاد بيطلع منها ايه؟ ميكانيكال انرجي اللي هي الكاينيتك انرجي وساوند انرجي، طبعا دي لحد دلوقتي صح. طب تعالوا نشوف الباقي. ان الكتريك توستر، التوستر يا ولاد اللي انتوا بتحطوا فيه بتسخنوا فيه التوست ده uses radiant energy and chemical energy. radiant energy دي طاقه مشعه، واكيد مفيش عندنا في البيت برضو radiant، ومفيش عندنا برضو في البيت nuclear energy، يبقى طبعا هي مين يا ولاد؟ نمبر 2 ان الكتريك فانز uses mechanical energy and sound energy، تمام يا ولاد. طيب نمبر 4 بيقول لي how do our bodies get energy from the sun. ازاي يا ولاد our bodies get energy او بناخد الانرجي from the sun؟ اول حاجه بيقول لي we eat plants that contain energy stored from the sun during photosynthesis. يعني احنا عارفين يا ولاد ان البلانتس بياخدوا الصن عشان يحصل لهم growing، احنا طبعا شرحنا الكلام ده بالتفصيل ان البلانت بياخد اللايت انرجي فروم ذا سن ويحولها لكيميكال انرجي، بيعمل الفود بتاعه ويحولها لكيميكال انرجي، شرحنا الكلام ده بالتفصيل. طيب احنا دلوقتي ازاي هناخد الانرجي فروم ذا سن؟ هل برضو بناخد اللايت انرجي ونحولها على طول ولا لازم ايه يا ولاد؟ برافو عليكم، لازم وي ايت بلانتس، لازم يا ولاد ناكل البلانتس علشان ناخد الانرجي اللي ستورد جوه البلانت دي، تمام. يبقى وي ايت بلانتس ذات كونتين انرجي ستورد فروم ذا سن during photosynthesis. قلنا يا ولاد قبل كده ان البلانت بيعمل بروسيس اسمها photosynthesis، يعني ايه؟ يعني البلانت يا ولاد بياخد اللايت انرجي ويعمل منه الفود بتاعه او يبقى جواه الاكل بتاعه، هي دي البروسيس او الفوتوسينثيسيس، يعني البلانت بيعمل الاكل بتاعه عن طريق انه بياخد الصن لايت وبياخد الووتر وشويه حاجات كده ويبتدي يعمل الاكل بتاعه. طيب يبقى البلانت دلوقتي بيحول اللايت انرجي اللي خدها من الصن لكيميكال انرجي في الفود او الشجر اللي موجود جواه. احنا ازاي بقى هناخد الانرجي دي؟ ان احنا هناكل البلانت، هناكل الفروتس، هناكل اي حاجه من البلانتس اللي احنا بناكله، يبقى احنا كده خدنا الانرجي فروم ذا صن اللي البلانت كان مخزنها جواه، تمام يا ولاد. نمبر 5 بيقول لي how is oil different
زين هايدرو إلكتريك باور. طبعا يا ولاد احنا عارفين ان الاويل ده عبارة عن نون رينوبل انرجي ريسورس. فاكرين يا ولاد قلنا كل انواع الفيول سواء الاويل او الناتشورال جاز، نراجعهم مع بعض تاني. قلنا يا ولاد ان انا عندي حاجة اسمها رينوبل انرجي ريسورس ونون رينوبل انرجي ريسورس. طيب يعني ايه؟ يعني النون رينوبل دي يا ولاد معناها انرجي ريسورسز بس ليميتد. يعني ايه ليميتد يا ميس؟ يعني ليميتد يا ولاد يعني مش بتتجدد بسهوله، مش بيحصل لها ريبليسد على طول، ممكن في اي وقت تيجي وتخلص، يعني كميتها محدوده او ليميتد. عشان كده بقول عليها نون رينيوبل، يعني مش بتتجدد زي الاويل والناتشرال جاز وكمان الكول او الفحم. تمام، كل دول يا ولاد بقول عليهم نون رينيوبل انرجي ريسورسز وبقول عليهم ليميتد. طيب امال ايه يا ميس الهايدرو الكتريك باور دي؟ الهايدرو الكتريك باور دي يا ولاد دي الانرجي اللي جايه لي من الووتر. طبعا شرحنا الكلام ده في ليسون 3، هتلاقوه في اخر فيديو في البلاي ليست بتاعت السكند تيرم، هتلاقوا يعني ايه هايدرو الكتريك باور. هايدرو الكتريك باور دي يا ولاد معناها الباور او الانرجي اللي جايه لي من الووتر. قلنا الووتر بتحرك لي تروبينز وبيحصل منها او بيخرج منها انرجي او الكتريكال انرجي. طيب الووتر دي بقى كان سورس اوف انرجي رينيوبل ولا نون رينيوبل؟ طبعا يا ولاد انتوا عارفين ان الووتر عمرها ما هتخلص، يعني على طول بيحصل لها ريبليسد، يعني الووتر على طول موجودة، يبقى اسمها رينيوبل، يعني بتتجدد على طول أو بيحصل لها على طول ريبليس. عشان كده يا ولاد بتكون unlimited، بتكون كميتها غير محدودة، هي عمرها ما تخلص أبدا وعلى طول متجددة على طول موجودة قدامي unlimited. يبقى هيبقى أني واحدة بقى؟ برافو عليكم، يبقى oil resources are limited but hydroelectric resources are practically unlimited. تمام يا بعد كده بيقول لي number 6 the city council has decided to take actions to reduce their dependence on fossil fuels. يعني المدينة يا ولاد او المجلس بتاع المدينة عايز يقلل استخدامه للفوسيل فيولز، مش عايز يستخدم الفوسيل فيولز كتير. Which of the following actions might the city decide to take؟ ايه المفروض تعمله علشان تقلل من الفوسيل فيولز؟ مبدئيا كده يا ولاد، هو الفوسيل فيولز ده عبارة عن ايه؟ الفوسيل فيولز يا ميس عبارة عن oil natural gas وكول، دول كده الفوسيل فيولز. يبقى لازم ما نستخدمش ولا حاجه من دول ونشوف حاجه بديله ليها. فاول حاجه بيقول لي يا اولاد provide tax incentives for people to install solar panels on their homes. يعني هنبتدي يا اولاد ندي الناس زي حوافز ضريبيه كده علشان يبتدوا كلهم يحطوا سولار بانلز، يحطوا لوحات شمسيه على البيوت بتاعتهم علشان نشتغل بالسولار انرجي، او البيوت بتاعتهم كلها تشتغل بالسولار انرجي. تمام، دي نمبر 1. نمبر 2 بيقول لي build a new coal fired power plant، يعني هنعمل حاجه to increase electricity production، يعني هنبتدي نعتمد على الكول. اكيد مستحيل طبعا، احنا مش عايزين ولا كول ولا ناتشرال جاز ولا اويل. نمبر 3 بيقول لي convert to coal fired generators، يبقى برضه هيستخدم كول to use natural gas، مستحيل احنا مش عايزين نستخدم اي حاجه من الفوسيل فيول. واخر واحده convert city owned vehicles from gasoline to natural gas، بدل الجازولين نستخدم natural gas، يبقى احنا كده ما عملناش حاجه، احنا ولا عايزين جازولين ولا عايزين ناتشرال جاز. يبقى هي انهي واحده يا ولاد؟ نمبر 1 provide tax incentives for people to install solar panels on their homes. طبعا لازم هنشجع الناس يا ولاد ان هم يحطوا سولار بانلز، يحطوا لوحات شمسيه على البيوت بتاعتهم علشان كل حاجه في البيت عندهم تشتغل بالسولار انرجي، تاخد السولار انرجي او الطاقه from the sun ونبتدي نشغل بيها كل حاجه عندنا في البيت. تمام يا ولاد. طيب بعد كده بيقول لي number 7 what advantage does wind and solar have over coal and oil. احنا قلنا ان الويند والسولار يا ولاد دول renewable energy resources، والكول والاويل الفوسيل فيولز دول ايه؟ non renewable energy resources. يبقى ايه الادفانتج او الميزه اللي في الويند والسولار عن الكول والاويل؟ wind and solar are not renewable، طبعا دي غلط على طول. wind and solar are easier to use، اسهل في الاستخدام، ولا wind and solar are renewable؟ coal and oil are not. طبعا يا ولاد wind and solar are renewable، لكن ال coal وال oil لأ، دول non renewable. Number 8 which of the following pairs of materials are good natural resources for providing energy. مين في دول يا ولاد good natural resources for providing energy؟ مين أحسن حاجة يا ولاد for providing energy؟ عندي gravel and oil. gravel هو الحصى أكيد لأ طبعا. trees and carbon dioxide أكيد مش carbon dioxide. the ocean and soil يعني محيط وتربة، طبعا الكلام ده مستحيل. يبقى هي مين يا ولاد؟ wind and natural gas. قلنا natural gas طبعا non renewable energy resources، والwind renewable energy resources، يعني هما الاتنين يا ولاد طبعا energy resources. بعد كده بيقول لي يا ولاد which organisms capture and use sunlight as an energy source but can't photosynthesize.
يعني مين يا ولاد في الليفنج اورجانيزمز دي بتاخد اللايت انرجي فروم ذا سان، او بتاخد الانرجي بتاعه السان لايت بس من غير ما بتعمل فوتو سينثيسيس اللي بيعملها البلانت؟ بيقول لي الفيرنز اللي هي الصرخسيات، ولا ايرث وورمز دوده الارض، ولا الهيومنز الانسان، ولا الباتس الخفاش؟ طبعا يا ولاد احنا لسه قايلين ان الهيومنز او الانسان ازاي بياخد السان لايت فروم، ازاي بياخد الانرجي فروم ذا سان؟ عن طريق ان هو بياكل البلانتس اللي كان عمل فوتو سينثيسيس، لكن الهيومن ما بيعملش فوتو سينثيس. يبقى الهيومنز يا ولاد مش هيعمل فوتو سينثيس، بس في نفس الوقت هياخد السان لايت انرجي فروم ذا بلانت. يبقى طبعا الهيومنز يا ولاد هو كابتشر اند يوز سان لايت. لو وصلت لحد هنا يا ولاد ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، وتكتبوا لي كومنت تقولوا لي بتستفادوا قد ايه من القناه. طيب بعد كده نمبرتين بيقول لي damage will be less severe when two cars collide in the not direction. امتى الدمج بيكون less severe يعني اقل خطوره؟ لما two cars، طبعا شرحنا الكلام ده في اول فيديو، فيديو الكوليجن. اما الدمج يا ولاد بيكون in the same direction ولا opposite direction؟ قلنا انا عندي نوعين من الدمج، طبعا ما قلناش ولا parallel ولا perpendicular ولا الكلام ده. انا قلت عندي نوعين من الدمج، in the same direction و opposite direction. قلت الـ opposite direction يعني العربيتين يا ولاد جايين في وش بعض، جايين قصاد بعض كده، كل واحد جاي من اتجاه قدام التاني، فطبعا يا ولاد الدامج بيبقى مور سيفير، بيبقى خطر جدا. لكن يا ولاد لو العربيتين ماشيين ورا بعض، يعني عربية ماشية والتانية وراها، بيكون in the same direction، بيكون طبعا the damage less severe، بيكون أقل خطورة. يبقى طبعا يا ولاد damage will be less severe when two cars collide in the same direction. طيب بيقول لي solar cars اللي هو solar vehicles اللي خدناها مع بعض قبل كده في أول درس، هتعمل ايه؟ cause climate change، بتسبب لي اختلاف درجة الحرارة، او يعني طبعا بتعمل لي pollution، pollution هو اللي بيعمل لي climate change، شرحنا الكلام ده بالتفصيل قبل كده، ولا needed charging، ولا محتاجة تتشحن. needed charging دي معناها ان هي فيها batteries، فطبعا الاتنين دول غلط. ولا are light in weight، خفيفة في الوزن، ولا are heavy in weight؟ طبعا يا ولاد احنا قلنا السولار كارز هي بتبقى بطيئة جدا، لان هي واخدة الانرجي بتاعها from the sun. عشان كده يا ولاد احنا شلنا منها كل حاجة، ومن ضمنها شلنا منها السبيدومتر. عشان كده السولار كارز يا ولاد light in weight. برافو عليكم. from safety equipment of cars during collision is او ار، يعني ايه يا ولاد وسائل الامان في الكارز safety equipment؟ كرين، اير باجز، سيت بيلت، ولا بي ان سي؟ طبعا يا ولاد اير باجز اند سيت بيلت هم دول الاتنين خدناهم سيفتي اكويبمنت اوف كارز ديورنج كوليجن. محدش يشوف الاير باجز يروح مختار على طول، كملوا يا ولاد لان بعد كده بيقول لي سيت بيلت، وطبعا هم الاتنين صح، يبقى بي ان سي. نمبر 13 يا ولاد بيقول لي نوت كوليجن ذا اير باج انفليت اوتوماتيكالي. يعني يا ولاد افتر كوليجن، بعد التصادم، ذا اير باج انفليت اوتوماتيكالي، يعني بعد الكوليجن، بعد التصادم الاير باج بتتفتح، ولا بيفور كوليجن، ولا قبل التصادم، ولا ديورنج كوليجن؟ طبعا يا ولاد الاير باج وهو بيحصل التصادم بيفتح على طول كده في وشك، بيعمل انفليت علشان خاطر يحميك من الكوليجن ده. يبقى ولا افتر ولا بيفور، يبقى هي ديورنج. ديورنج يا ولاد كوليجن يعني اثناء ما بيحصل تصادم، يبقى ديورنج كوليجن ذا اير باج انفليت اوتوماتيك. بعد كده بقى يا ولاد بيقول لي نقط كوليجن ذا اير باج ديفليتس اوتوماتيكالي، يعني امتى الاير باج بقى يا ولاد هترجع تنكمش وتلم تاني؟ هل افتر ولا بيفور ولا ديورنج؟ طبعا هي عملت انفليت ديورنج كوليجن، فتحت كده اثناء التصادم وهو الراجل بيتخبط، راحت فاتحه على طول. طب بعد كده بعد التصادم بقى هو محتاج ينزل من العربيه، يبقى بعد التصادم يا ولاد الاير باج دي هتبتدي تلم على بعضها ويحصل لها ديفليتس. يبقى امتى بتعمل ديفليت؟ طبعا افتر كوليجن. نمبر 15 بيقول لي نقط از يوزد تو نوك داون بارتس اوف ا بيلدينج، يعني ايه يا ولاد اللي بتستخدم علشان تبتدي توقع او تكسر اجزاء من البيلدينج او من المبنى؟ طبعا قلنا ايه؟ وينش، ولا كرين، ولا تراك، ولا ريكينج بول؟ طبعا ريكينج بول. اهي يا ولاد ريكينج بول فيري هيفي ستيل بول، بتعمل ايه؟ نوكينج داون بارتس اوف ا بيلدينج، بيستخدموها يا ولاد ان هم يوقعوا اجزاء من المبنى، فطبعا بتعمل ايه مع البيلدينج دي؟ بتعمل معاهم كوليجن. يبقى اسمها ايه يا ولاد؟ اسمها ريكينج بول. طيب بعد كده بيقول لي يا ولاد fast objects cause، fast objects يا ولاد معناها objects have high speed، واحنا قلنا يا ولاد ان كل ما ال speed increases طبعا ال kinetic energy of object increases، كل ما ال kinetic energy of objects increases يا ولاد بتعمل more collision و more damage.
يبقى ال fast objects cause ايه؟ طبعا great damage that cannot be repaired. بتعمل great، يعني لو عربية ماشية سريعة وعربية ماشية بطيئة، طبعا مين اللي هتعمل great damage او هتعمل more collision؟ طبعا يا ولاد العربية ال fast اللي ماشية سريعة تعمل great damage that cannot be repaired. طيب بعد كده بيقول لي airbags are made up of نقط material. ال airbags يا ولاد مصنوع من ايه؟ thin ولا نايلون ولا بلاستيك ولا ايه اند بي؟ طبعا يا ولاد الاير باج thin نايلون ماتيريال، يعني هي الماتيريال بتاعته نايلون، بتكون مصنوعه من النايلون وبتكون thin يا ولاد، بتكون رفيعه جدا عشان نقدر عشان نقدر ان احنا نلمها كده ونحطها في جزء صغير جدا في العربيه. تمام. بعد كده بيقول لي coal is formed under the earth's surface from the remains of. الكول يا ولاد او الفحم بيتكون from the remains of ايه؟ dead animals ولا dead humans ولا dead plants ولا dead insects؟ طبعا يا ولاد الكول بيتكون من حاجة واحدة بس، وهي ال dead plants and trees، يعني ال plants بس. ال plants يا ولاد بعد ما بيحصل لها death، طبعا قلنا ان بيحصل لها decomposed، بتتحلل و under heat and pressure بعد طبعا الضغط ودرجات الحرارة العالية بتديني الكول، وده شرحناه بالتفصيل. طيب بعد كده بيقول لي ancient people use نقط as a form of fuel before discovering gasoline. ancient people كانوا بيستخدموا ايه يا ولاد as a form of fuel اللي احنا قلنا عليه في الفيديو the oldest form of fuel. ايه هو اقدم وقود موجود او the oldest forms of fuel اللي كانوا بيستخدموه ال ancient people؟ كان طبعا مين يا ولاد؟ برافو عليكم، الود او الخشب يا ولاد. كانوا بيعملوا له burning وبيستخدموه بقى cooking و warming وكل حاجة عايزينها بيستخدموها بيها. تمام. نقط is the main source of fuel. مين يا ولاد المصدر الرئيسي للفيول أو المصدر الأساسي للفيول على الأرض؟ on the earth طبعا the sun. يبقى ال sun يا ولاد هي the main source of fuel. number 21 cars need نقط to move. الكارز يا ولاد محتاجة ايه عشان تتحرك؟ طبعا cars need fuel، يبقى cars need fuel to move. هنا يا ولاد بيقول لي the non-renewable resources of energy take نقط to be formed. ال non-renewable resources of energy دي يا ولاد زي ايه؟ زي الفيول ال natural gas والكول. هل هي بتاخد بقى time قد ايه to be formed؟ short period of time ولا very long period of time؟ طبعا يا ولاد ال non-renewable resources of energy take very long period of time نعمل لها، لان احنا طبعا يا ولاد extract it from the underground، فبناخد بقى وقت طويل، بتاخد millions of years لحد ما بتتكون وبنخرجها من تحت الارض. طيب نقط is non-renewable source of energy wind ولا sun ولا biofuel ولا الكول؟ طبعا يا ولاد الكول، لان الويند وصن والبايوفيول كل دول يا ولاد رينوبل سورس اوف انرجي، لكن الكول من فوسيل فيول نون رينوبل. طبعا شرحنا الكلام ده كله بالتفصيل قبل كده. طيب all the following are found deeply under the earth's surface except. طبعا are found under the earth's surface معناها كل الحاجات دي هتكون types of fossil fuel. طيب بيقول لي except، بقى ناخد بالنا من سؤال except. except يعني ما عدا، يعني كل الحاجات اللي هتبقى موجودة قدامنا هتبقى فوسل، هتبقى فوسل فيول لانها under the earth surface، ما عدا مين بقى؟ مين اللي مش موجود تحت الارض؟ طبعا يا ولاد green plants، لان الاويل والناتشرال جاز والكول كل دول under the ground او under the earth surface. طيب نقط is not an example of fossil fuel. مين في دول يا ولاد؟ ناخد بالنا بقى كويس قوي من سؤال نوت، لان ممكن حد يشوف fossil fuel يروح على طول حاطط خط تحت بتروليوم، وخسرنا طبعا الدرجة علشان كلمة نوت. بقى ناخد بالنا من سؤال except وسؤال نوت. يبقى not an example of fossil fuel طبعا يا ولاد بتروليوم natural gas coal wood. مين اللي مش fossil fuel؟ مين اللي كان عبارة عن biofuel؟ طبعا wood. قلنا البيوفيول زي الوود زي الشاركول وزي كمان يا ولاد زي الجراس كورن وود شيبس، كل الحاجات دي بايو فيو. طيب لو قال لي كريستي روفر از ديزايند تو اكسبلور. كريستي يا ولاد روفر ديزايند تو اكسبلور ايه؟ ايرث ولا مارس ولا ذا سان ولا ذا مون؟ طبعا كريستي ديزايند تو اكسبلور مارس بلانيت او كوكب مارس. وين ا بيس اوف كول از بيرنت. اي فيول يا ولاد بيحصل له بيرننج بيطلع لي انرجي، طبعا ثيرمال انرجي. يبقى ثيرمال انرجي از برودوسد. The energy source in a toy car is the. هاي يا ولاد بقى الانرجي سورس ان توي كار، ناخد بالنا كويس جدا من كلمه توي، دي مش كار، لا دي توي كار او اي تويز عندنا او اي لعب عندنا. الانرجي سورس طبعا بتاعها يا ولاد بيكون باتري او كيميكال انرجي انسايد ذا باتري. بعد كده بيقول لي ذا الكتريكال انرجي تشينجز ان ذا هير دراير انتو نقط ونقط.
الهير دراير يا ولاد طبعا الانبوت انرجي بتاعته الكتريكال انرجي. طب تشينج ان ذا ايه بقى؟ بتتحول لايه يا ولاد؟ او ايه الاوتبوت انرجي اللي بتخرج منه؟ طبعا الهير دراير يا ولاد بيخرج منه ثيرمال انرجي، لازم بيخرج طبعا منه هيت، وكمان بيخرج منه ساوند انرجي. يبقى ساوند اند ثيرمال، يبقى الالكتريكال انرجي تشينجز انتو تشينجز انتو ساوند اند ثيرمال. لو وصلتوا لحد هنا يا ولاد ما تنسوش تاكدوا انكم دوستوا على سبسكرايب واشتركتوا في القناه واعملوا لايك للفيديو وسيبوا لي كومنت قولوا لي بتستفادوا من القناه قد ايه في المذاكره بتاعتكم. Electrical energy changes inside a light bulb into not and not energies. الالكتريكال انرجي طبعا يا ولاد الانبوت انرجي بتاعت اللايت بالب طبعا بتشتغل بالالكتريستي، بيدخل لها الكهرباء تمام، وبعدين يا ولاد بتديني ايه بقى اوتبوت انرجي؟ طبعا اول حاجه بتنور فبتديني لايت، ولو قربنا يا ولاد كده نير ذا لايت بالب هنلاقيها مطلعه هيت، يبقى مش بس لايت دي كمان بتطلع لي ثيرمال انرجي، يبقى طبعا لايت اند ثيرمال. هنا يا ولاد بيقول لي عمر says that a flower uses energy as it grows، يعني عمر قال ان الفلاور محتاجه انرجي. طيب وجاكوب says the flower doesn't need او doesn't use energy to grow. جاكوب قال بقى يا ولاد ان الفلاور مش محتاجه انرجي. يا ولاد صح، اول حاجه بيقول لي عمر is correct because the flower transfer energy to the ground، ان الفلاور بتودي انرجي او بتنقل الانرجي للارض، اكيد ده طبعا غلط. طيب عمر is correct because any change in the flower requires energy، اي تشينج في الفلاور يا ولاد ريكوايرز انرجي، طبعا صح الفلاور يا ولاد بلانت، والبلانت طبعا محتاج انرجي. يبقى جاكوب طبعا يا ولاد الجملتين التانيين جاكوب مستحيل يكون صح لانه قال ذا فلاور دازنت يوز انرجي. هنا بقى يا ولاد بيقول لي which kind of energy is not produced by the sun، يعني not produced يعني sun ما بتطلعوش. طبعا الهيت انرجي produced by the sun، واللايت انرجي برضه produced by the sun، وكمان النيوكلير انرجي يا ولاد اللي هي الطاقه النوويه هتاخدوها شويه كمان لما تكبروا، النيوكلير انرجي برضو برودوسد باي ذا سان. يبقى طبعا مين يا ولاد نوت برودوسد باي ذا سان؟ هي ميكانيكال انرجي. ميكانيكال انرجي طبعا السما بتطلعليش يا ولاد ميكانيكال انرجي او طاقه حركه. which definition of electricity is not correct، انهي يا ولاد من دول definition of electricity not correct، يعني مش صح عن الالكتريستي او الالكتريكال انرجي؟ اول حاجه بيقول لي form of energy can do work ولا make something ولا flow from positive to negative ولا made up of protons neutrons and electrons. طبعا يا ولاد كله صح ما عدا electricity is a form of energy made up of protons neutrons electrons، ما قلناش طبعا الكلام ده على الالكتريستي. معنى التلات كلمات دول يا ولاد هتاخدهم لما تكبروا، بس طبعا دي ما قلناهاش ولا هم موجودين في الالكتريستي تمام، لكن هي طبعا do work make something flow from positive to negative. When you clap your hands what happens to the energy of motion in your hands، لما بتيجي تسقف بايدك ايه اللي بيحصل للانرجي اوف موشن؟ انت بتعمل كاينتيك انرجي، فطبعا اول حاجه بتطلع صوت او بتطلع ساوند، وكمان بعد شويه هتلاقي ايديك ابتدت تسخن يعني طلعت هيت او ثيرمال انرجي، يبقى it becomes sound energy and heat energy. طيب what originates from the sun and is passed from plants to animals in food chains، ايه يا ولاد اللي بتطلعه لي الصن وبيتنقل من البلانتس للانيمالز؟ طبعا يا ولاد الصن بتطلع لي انرجي، بتطلع لي لايت انرجي، البلانت بياخده از كيميكال انرجي، وبعدين الانرجي يا ولاد بتروح للانيمالز ان فود تشين. Which structure is used by humans to capture and use sunlight as energy source، ايه يا ولاد اللي الانسان بيستخدمه عشان يقدر ياخد الصنلايت از انرجي سورس؟ طبعا لازم يكون عندنا دي اسمها خلايا الشمس يا ولاد، اسمها سولار سيلز. سولار سيلز دي يا ولاد اللي بنستخدمها في السولار فيكلز، وكمان بنستخدمها في مارس كريوستي. هي دي يا ولاد اللي بتعمل كابتشر ذا سانلايت، بتقدر تاخد السانلايت علشان نستخدمها از ان انرجي سورس. هنا يا ولاد بيقول لي واي ار نون رينيوبل ريسورسز نوت ايبل تو بي ريبلينيشد كويكلي، يعني ليه يا ولاد النون رينيوبل ريسورسز ما بتتجددش بسرعه؟ طبعا يا ولاد لان هي بتاخد وقت طويل جدا long، يبقى it takes a long geologic time to develop them، يعني بناخد اول علماء يا ولاد بتاع الجيولوجي بيبتدوا ياخدوا وقت طويل جدا عشان يبتدوا يعرفوا اماكنها وهي موجوده فين وهنستخرجها منين، بتاخد طبعا تايم طويل جدا علشان نبتدي نخرجها، غير طبعا ال renewable resources of energy. A knot is a resource that can be replenished through a natural cycle and over a reasonable amount of time. مين يا ولاد بقى هنا بقى العكس، المره اللي فاتت كانت non renewable source، لكن هنا يا ولاد resources that can be replenished، هنا بتتجدد بسهوله طبعا، يبقى هتكون مين renewable resources of energy زي الويند والسولار انرجي والووتر.
هنا يا ولاد بيقول لي renewable resources can be used and replaced over a relatively short period of time. طبعا حرفين renewable بتتكون يا ولاد أو بتتجدد في وقت قصير جدا short period of time، والnon renewable العكس بتاخد طبعا long period of time أو thousands أو millions of years، بتاخد ملايين السنين يا ولاد عشان تتكون. طيب فهو كده بيعرف لي الاثنين، بيقول لي بقى مين فيهم an example of a renewable resource، مين فيهم يا ولاد example على renewable resource؟ طبعا قلت water أو wind أو solar energy. آخر سؤال معايا يا ولاد، نقط such as coal and oil cannot be replenished quickly، مين يا ولاد مع الكول والأويل can't be replenished quickly أو ما بتتجددش بسرعة؟ طبعا الرينيوبل ولا النون رينيوبل؟ طبعا يا ولاد النون رينيوبل ريسورس زي الكول والأويل cannot be replenished quickly. وكده يا ولاد نبقى خلصنا 40 سؤال أسئلة موقع الوزارة وأسئلة بنك المعرفة، إن شاء الله ما يطلعش منهم الامتحان. ما تنسوش يا ولاد لو عجبكم الفيديو تحطوا لايك وتسيبوا لي كومنت تحت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.